نبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع البرازيلي ميكالي المدير الفني المنتخب الأولمبي. عمل اجتماع مهم مع جهاز المعاون بالكامل علشان يطمن على كل ترتيبات السفر لإسواتيني يوم الخميس اللي جاي لخوض مباراة الذهاب في الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ودي هتكون المباراة الرسمية الأولى للمنتخب. لعيبة النادي الأهلي خاضوا جانب من التدريبات البدنية في الجيم وتدريبات متنوعة بالكرة، وده قبل ما يقود السويسي مارسيل كولر المدير الفني للعيبة لتنفيذ بعض الفقرات الفنية والتكتيكية في تقسيمة صغيرة شارك فيها كل اللعيبة. ومن ناحية تانية ميشيل يانكون درب حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير على مجموعة من التدريبات المتنوعة واللي شهدت بعض الجوانب الفنية المكثفة. اتعادل فريق الشباب لكرة القدم من نادي الأهلي مواليد 2001 مع المصري بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعت بين الفرقتين امبارح في السويس ضمن الجولة الثالثة من دوري الجمهورية للشباب. امبارح لعبتنا المحترفين في صفوف الأندية الأوروبية كانوا متألقين وظهروا في حالة فنية متفردة. نجمنا المصري محمد صلاح كان في قيادة فريق ليفربول لتحقيق فوز صعب قدام مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 وقدم أداء مميز. من ناحية تانية برضو بيواصل النجم المصري محمد حسن تريزيجيه تألقه مع فريق ترابزون سبور، وده بعد ما سجل هدف في مرمى فريق بشكتاش خلال المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 10 من مسابقة الدوري التركي واللي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وسجل تريزيجيه هدف ترابزون سبور الثاني في الدقيقة 36. كمان مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي قدر يقود فريقه للفوز بنتيجة 4-1 قدام فريق ستاد بريست، ودي في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي، وبكده نانت رفع رصيده للنقطة العاشرة واحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي وتجمد رصيد ستاد بريست عند النقطة 6 في المركز الأخير. من ناحية تانية استلم النجم المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بعد منافسة قوية مع النيجيري موسيس سيمون والإسباني بيدرو والفرنسي دينيس أبيا، وده أول جائزة يحققها الأناكوندا في الدوري الفرنسي. مباراة مانشستر يونايتد ضد ضيف نيوكاسل يونايتد خلصت بالتعادل السلبي في منافسات الأسبوع 11 من الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي مانشستر يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، ونيوكاسل يونايتد في المركز السادس في الترتيب برصيد 15 نقطة. فريق أرسنال أصبح في صدارة الدوري الإنجليزي ممتاز بعد ما خطف فوز صعب من فريق ليدز يونايتد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح ضمن منافسات الأسبوع 11 من بطولة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي أرسنال حافظ على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، وليدز يونايتد في المركز 15 برصيد 9 نقاط. وفي الدوري الإيطالي حقق فريق إنتر ميلان فوز مستحق على سيرينيتانا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي، وبالنتيجة دي بيرفع فريق إنتر ميلان رصيده للنقطة 18 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبيتجمد رصيد سيرينيتانا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 12. نابولي كمان حقق فوز مستحق على بولونيا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي، وبكده حافظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، وبولونيا في المركز 17 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط. ونروح للدوري الإسباني، وريال مدريد حسم لقاء الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة 9 من مسابقة الدوري الإسباني، وبكده بينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة متفوق بفرق 3 نقاط عن برشلونة الوصيف برصيد 22 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجوبانا ومحمد عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.